لا لا، لكن ليا ملاحظه، بس ليا ملاحظه يعني بصفتي محلل اقتصادي او صحفي اقتصادي، عايزين نبص شويه لاقتصاد الميكرو، لاقتصاد الشارع، يعني الاجل القصير اللي هو بيتعلق بالاقتصاد الشارع ولقمه العيش وارتفاع الاسعار والبطاله والكلام ده كله، جميل جدا جدا، ونسعى الى توفير فرص عمل دائمه وليست مؤقته، نحرك عجله الانتاج، المفروض الانتاج يزيد عشان يتحرك الانتاج، دوره الانتاج تشتغل، يقوم دوره النقود تشتغل، يبقى الركود او الكساد اللي في السوق، الارتفاع الاسعار هي المشكله عندنا في الانتاج. لو الانتاج زاد والاستثمار زاد هتحل كل ازمه الاسعار وازمه مصر الاقتصاديه، بتتمثل في العجز، نقص الانتاج او عجز الانتاج المصري الوطني المحلي عن الوفاء باحتياجات المستهلكين او بالطلب عليه، فبنضطر نستورد او يخش لنا بديل مستورد معرب ويغرق السوق المصريه بمنتجات منتهيه الصلاحيه، منتجات غير امنه، وده هيكون محل ملف كامل هنفتحه النهارده في فقرتنا الرئيسيه، وهو كيف نحمي المستهلك المصري، حماية المستهلك المصري ومشاكل حماية المستهلك المصري، وهل يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره الحقيقي في حماية المواطن، أم أن هناك قصور في أداء الجهاز؟ هل يتفاعل المواطنين مع هذا الجهاز لحماية المستهلك المصري الذي يئن وألهبت ارتفاع الأسعار ظهره؟ المسؤولية على من؟ على هذا الجهاز وعلى الحكومة أم على المواطنين نفسهم كمان؟ عليهم مسؤولية، أو على التجار، أو على القوانين والتشريعات، أو على تنفيذ القانون. الموضوع له أبعاد كتيرة جدا، والتنظيمات زي تنظيمات الغرف التجارية ووزارة التموين. يعني إحنا نشوف الأطراف، من هم المسؤولون عن حماية المستهلك في مصر؟ هل يقومون بدورهم لصالح المستهلك ولصالح المواطن المصري؟ ونشوف الخلل فين. في قانون طلع اسمه قانون حمايه المستهلك الجديد، ويجري الان اعداد اللائحه التنفيذيه بتاعته. هل سيحمي هذا القانون المستهلك بجد، ولا كله كلام وحبر على ورق، والمستهلك ده بيقع فريسه جشع واحتكار، تجار لا يراعون ربهم، وشركات تغولت واصبحت قوه وشكلت لوبي قوي جدا في قطاعات كبيره زي الدواء وزي الشركات المحمول حدث والحرج والعربيات والسيارات والثلاجات والمصانع والكلام ده كله، والمستهلك يعني يقدم الشكوى من هنا ما تعرف. ده اللي هنعرفه في فقرتنا الاخيره، وده اللي هنتكلم فيه في فقرتنا الاخيره.